تضامن واعتراف واحتفاء ومشاعر إنسانية هي لحظات جسدها حفل العشاء الخيري الذي أحيته جمعية العون والإغاثة نهاية الأسبوع الماضي بطنجة. عرسنا هرمي المصير اكتفاءً بأسرة اليتيم وتجسيداً لقيم التضامن المغربي الواسع. مصطفى بكور رئيس الجمعية أكد أن الحفل الذي يندرج ضمن مبادرة الإحسان العمومي السادسة يشكل تكريسا لقيمة التضامن والاحتفاء باليتيم، معتبرا أن الإنسان هو هدف التنمية وجوهرها. الفكره ديال المشروع كرامتي هو واحد الامتداد واحد النسخه سابقه، لان هذا كنسميها النسخه الثانيه مشروع كرامتي 2. كاين المصطلح ديال المشروع كاين الكرامه. الفكره هو انه الجمعيه اللي عندها 25 سنه حاصله على المنفعه العامه، فكرت على انه افضل وسيله ندعم اسره اليتيم هو انه ضمن له واحد الاستقرار مادي عبر واحد المشاريع اللي كتكون مقترحه هاد الاسر. الهدف الاساسي هو ان هاد الاسر هذه تخرج للحياه بواحد الكرامه، بواحد العزه في النفس، بواحد الثقه في النفس، وتندمج مع المجتمع بشكل عادي. هاد المشاريع كتكون بالاختيار ديال هاد يعني هاد الاسر. الجديد هاد المره هذه هو انه الرقم شويه ولا اكبر، لان عندنا 170 مشروع. كنا في النسخه الاولى غير مشاريع فرديه، الان زدنا مشاريع اسريه وزدنا تعاونيات، واحد العدد ديال التعاونيات، وتما زدنا انفتحنا في الجنوب عبر جمعيات شركة الموجودة في الترام. حجم التبرعات التي قدمها الحاضرون للحفل فاق 4 ملايين درهم، في وقت تراهن الجمعية المشرفة على المشروع على الوصول إلى 5 ملايين درهم ونصف لتمويل 170 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 200 أسرة يتيم على مستوى 12 جهة عبر مختلف ربوع المملكة. الحفل الذي أثثته وجوه من عالم الفن والرياضة والاقتصاد كرمت ثلة من الفعاليات تتويجا لمساراتها واعترافا بعطاءاتها، كما لم يخلو من فقرات فنية مزجت بين الموسيقى وروح الدعابة من خلال وصلات كوميدية قدمها الثنائي جمال ونور الدين. كان يعني الحضور ديالنا اليوم في يعني في المبادره ديال اليوم، يعني احنا فرحانين بزاف، وكان التعلق ديالنا مع الجمهور الحمد لله كان واحد التجاوب، وربي ما حشمناش. انا كنسميه عرس، كنسميه حدث كبير جدا جدا. وتبقى المبادره التي تتواصل الى غايه نهايه شهر فبراير الحالي دعوه مفتوحه للتبرع والإسهام في تحقيق كرامة أسرة اليتيم في مجتمع شيمته التضامن والتآزر.